أشعلت إيمان زوجة حارس المرمى المنتخب المغربي ياسين بونو منصات التواصل الاجتماعي في آخر ظهور لها رفقة ابنها إسحاق، وتقاسمت إيمان بونو عدة صور لها رفقة إسحاق عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، علقت عليهم قائلة: الأخيرة هي المفضلة لدي. واعتمدت زوجة بونو إطلالة كاجوال تتكون من سروال جينز وجاكيت نسقتهما مع حذاء رياضي وتركت شعرها منسدلاً.